سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي بغيت نبارطاجي معكم فيه فاش ممكن نخدمو الا خدينا الاجازه او الماستر ديالنا. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، لانه كاينين بزاف ديال الطلبه والطالبات اللي ما عندهمش فكره فاش غيخدموا من غير التعليم او لي لابوغاتوار. فداك الشيء علاش كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو ولا تبارطاجيو لانفو، وشكرا لكم بزاف. خاصني نعرف واللي خاصني نكون مأكد منه هو انه كاينين بزاف ديال المجالات اللي ممكن نخدم فيهم. حنا في هذا الفيديو غنعطيو غير امثله في شي حوايج اللي ممكن انكم ما تكونوش عارفينهم. غنشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو ثلاثه ديال المجالات، ونبداو بالمجال الاول، مجالات الحفاظ على البيئه. وخير مثال لي بوست اللي ممكن انك تخدم فيهم هما وزاره البيئه. فغادي نخلي لكم واحد لي سيت فيهم الموبايل ديال التوظيف وان سي دي سويتش. المهم راه كنبارطاجي لي زانفو ديال لي كونكور اللي كيكونوا مع الدوله او لا في البريفي اللي كيكونوا خاصين بالطلبه ديال البيولوجي. هادشي كامل كنبارطاجيه في انستغرام، اللي غادي نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون ولا في الكومونتير الاول. واضح؟ دونك في الانستغرام ديالي كنبارطاجي معكم دي زانفو ولي زوفر ديال لومبلوا وديال لي ستاج وكاع داكشي اللي ممكن انه يفيدكم. فجيو عندنا لاباج وتابوناو. دونك قلنا المجال الاول هو مجال الحفاظ على البيئه، وخير مثال هو وزاره البيئه. المجال الثاني غيكون في المجالات الطبيه والشبه الطبيه، وخير مثال هما لي سي اش او، المستشفيات الجامعيه، كيكونوا لي كونكور ديالهم وكيحتاجوا فيه الطلبه ديال البيولوجي. واضح؟ ولكن لي اساسي باش انك تقبل ان شاء الله في هاد السي اش او هو خاص يكون عندك دي زيكسبيريونس. وهاد لي زيكسبيريونس من غتجيبهم؟ غتجيبهم من لي ستاج. ضروري دوز لي ستاج. مثلا في كازا عندنا باستور، كاين باستور في عبد المؤمن، دونك كتمشي كدوز في ستاج شهر، دونك 100% كدوز ستاج اصلا ديال الدوله وكيبغي لي ستاج. دونك ملي كتبقى دوز لي ستاج هكا كتكون عندك لي زيكسبيريونس، كدير لي زيكسبيريونس وكتطور. فاهمين؟ دونك لي ستاج راه واحد الحاجه اللي ضروريه واللي خاصكم دوزوها. والمجال الثالث اللي غنسميه مجال التعليم، ولكن ماشي في الليسي او لا في الكوليج او لا في لافاك، لا، مجال التعليم في الاي اس تي والسي بي جي او. غادي تكون عندك ولا غادي تتسمى اونسينيو اغريغا، لاغريغاسيون، تبريز. دونك هاد التبريز فضروري يكون عندك الماستر وكدوز كونكور ديال التعليم عادي، ماشي كونكور ديال التعليم ديال التعاقد، لا، كدوز كونكور ديال التعليم ديال الاساتذه المبرزين. واضح؟ واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوا على هذا الكونكور هو انه تقريبا دابا واحد 3 سنين او 4 سنين ما خرجوش لي كونكور ديال الاس في تي، كيخرجوا فقط غير ديال الفيزيك وديال المات. واضح؟ هاد العام او لا عفوا العام الجاي ان شاء الله فراه 100% غيكونوا طالبين الناس ديال الاس في تي يكون عندهم الماستر. دونك راه مستقبلا غادي يكون خصص كبير في هاد الفيليير ديال الاس في تي في لي زونسينيو اغريغا. واضح هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى انكم تبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. الى عندكم اي سؤال خليوه لينا في لي كومونتير. كنتمنى لكم الخير والله ييسر لكم والله يوفقكم يا ربي.